ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، وزي ما وعدتنا الأستاذة رودي فخر الدين أو رضوى فخر الدين، اسم الشهرة رودي، وعدتنا إن هي هتعلمنا كلنا أساسيات ونبدأ من البدايات فن الكروشيه. ده طبعا هيبقى مفيد لكل يعني امرأة عايزة تبدأ مشروع جديد أو حتى في البيت ليكي ولأولادك. فيعني اسمحوا لي اولا نشكرها كل الشكر لحضرتك استاذه رضوى، ان حضرتك يعني وفيتي بوعدك ونورتينا واهلا وسهلا. بس اولادنا الاول بقى، هو سهل ولا صعب؟ سهل جدا، هو سهل جدا، بس هو عايز حد يكون حبه، يعني يشتغلوا انت حباه او انت يعني ميولك رايحه له. انا بتهيألي اول ما بنشوف النتيجه انا عايز اعرف دي ايه اللي قدامنا. دي سكارف هي سامبل جدا وبسيطة جداً قوي، بس في نفس الوقت هي بتدفي قوي وشكلها شيك قوي مختلف وجديدة جدا. هي جداً. بس عبارة عن ورد مش اكتر. احنا هنتعلم عشان يعني ما بنشوف النتيجة النهائية بجد بنتشجع. هتعلمينا النهاردة دي ولا هتعلمينا البدايات؟ هعلم الوردة. هي مش البدايات، يعني هي البدايات دي المفروض هم يكونوا خلاص، هي الغرز اللي هي السلسلة والعمود اوريدي يكونوا بس عارفين. انا هعلم طريقة الوردة الجوري، حلو قوي، خطواتها ايه وازاي بعد كده بنقفلها، وبعدين نشتغل بعد كده السكارف ده المره الجايه. يعني ده الاول الورود النهارده بالالوان الجميله النهارده الورده بس. اتفضلي حضرتك وايه، ونبدا كده ونتكلم وحضرتك بتشتغلي. شوفي، احنا هقول بس الحاجات الادوات المستخدمه. البقره، اي نوع خيط انت عايزاه، صوف، ما بيفرقش الخيط، لا لا لا، اي نوع، اي حاجه انت حسب اللي انت عايزاه. صوف، قطن، بس المهم بقى في الخيط تخنت الابره اللي انت هتستخدميها للخيط ده مهم جدا. لو هي خيط رفيع انت هتجيبي ابره رفيعه، لو هي خيط صوف تخين انت هتجيبي نوعا ما سمك الابره حسب نوع الخيط. يعني ده مهم جدا مع نوع الخيط دي نمره جدا. المقص، الابره بتاعت التقفيل دي ابره عاديه خالص، بس هي بتبقى كبيره شويه وعينيها واسعه علشان دي كانوا بنستخدمها زمان في اللحيف. ايوه لا الثانيه اكبر شويه بس هي شبهها. عندي شويه معلومات. ايوه تمام. احنا هنبتدي النهارده نعمل اول حاجه هنعمل سلسله، عدد القسمه فيها يقبل على اربعه. يعني عدد السلسله عدد السلسله يقبل على اربعه. تمام كده هنبتدي اهو الشغل. انا بحب قوي اخد الخيط طرف الخيط من جوه علشان ما تكلكعش الخيط ونقعد بقى ايه نحتاس. على فكره المعلومات الدقيقه دي حلوه جدا، يعني دي ليكي. حاجات هي تبان صغيره لا مهمة. لكن هي الحقيقه مهمه جدا. نبتدي بقى البدايه خالص، اهو الابره تحت الخيط من تحت اهو كده، ونلفها وهنعمل غرزه اللي هي سلسله كده. عملنا اول سلسله بدايه، وبعدين ادي واحد سلسله، اثنين، ثلاثة، أربعة. خلاص هنبتدي نعمل أربعة في أربعة في أربعة في أربعة لحد لما تكمل معانا السلسلة اللي احنا عايزين حسب حجم الوردة اللي انت عايزاه. كل ما هتكبري السلسلة هتبقى الوردة أكبر. يا ريت حضرتك ترفعيها بس قدام الكاميرا كده شوية فوق. السلسلة اهي. ايوه. دي عدد، دي يقبل القسمة على أربعة. يعني الأربعة 16 32 حاجات كده. بالظبط كده. دي 32 سلسلة. دي 32 تدينا حجم الوردة اللي حضرتك تدينا بالظبط، تدينا حجم ده في الآخر. تمام. خلاص احنا كده خلصنا السلسلة اللي احنا عملناها. بالزبط. الخطوة التانية اللي احنا هنعملها ان احنا هنعمل الخطوة دي اللي هي عبارة عن ايه؟ احنا كده خلصنا خلاص العدد السلاسل اللي احنا عايزينه. هنبتدي نطلع ثلاث سلاسل بمثابه عمود. لا وهيبقوا عددهم برضو نفس ال 32. تمام. أوكي. احنا حاطين انا حاطه صباعي هنا على الغرزه ال 32. تمام. وطلعنا ثلاث سلاسل بمثابه عمود، وبعد كده كمان سلسلتين، وبعدين عند الغرزه اللي انا حاطه صباعي عليها هنعمل عمود اهو كده اهو. تمام. علشان انا هقول لك ليه احنا هنعمل كده، ومن غير ما ناخد سلسلة تاني او عمود احنا هنفوت من تحت سلسلتين. ادي واحد. الزملاء بس في كنترول عايزين حاجة تميلي ايدك سنة يمين كده. ارسيلك. احنا هنفوت من تحت سلسلتين، ادي واحد وادي اتنين، وهنشتغل في التالتة اهو. تمام كده. هنعمل عمود لان الغرزة في الدور التاني ده هتبقى عمود سلسلتين، ادي السلسلتين اهم. وهنعمل تاني في نفس السلسلة اللي احنا اشتغلنا فيها عمود كمان. تمام. بقى الشكل عندي عمودين
سلسلتين عمودين. وهنبتدي نعمل كمان مره علشان الناس تاخد بالها، اهو ادي هنفوت سلسله وادي الثانيه وادي الثالثه هنشتغل فيها وناخد عمود بلفه اهو كده، وبعدين سلسلتين ادي واحد اتنين دي سلسله وعمود تاني في نفس السلسله اللي احنا اشتغلناها اهو. ما شاء الله احنا من بره كده نحس ان الموضوع بسيط قوي، انا متهيألي انه ده خد منك وقت وعمر. طبعا اكيد وقت تعليم يعني، طبعا وممارسه اهم حاجه. حضرتك تدينا خبرتك كمان مره واحده. في حاجات بقى بتستفيدي منها وبتفهميها مع الشغل والممارسه، حاجات بسيطه قوي. طيب احنا خلاص اشتغلنا الخطوه الثانيه اللي هي دي. خلاص احنا خلصنا عدد السلاسل وعملنا فوقيها عمود سلسلتين عمود، علشان هنبتدي الغرزة اللي هي التالتة اللي هي الخطوة التالتة في الوردة. طيب الخطوة التالتة دي عبارة عن ايه؟ احنا خلصنا خلاص اخر حاجة، هنطلع تلات سلاسل تاني. يا ريت يا جماعة تركزوا مع أستاذة رضوى، لأنه يعني تعليم بالمجاني، يا ريت بقى الستات والبنات بالأخص كده كل واحدة تعمل لها موضوع يعني. والله سهل جدا. أصلا الوردة دي ممكن نستخدمها في حاجات كتير جدا، كل حاجة. في عايز أقول لك إنه يعني أنا بعمل منها سجاجيد. الله. السجادة تبقى كلها ورد بارز كده. الله عليك. والله وفيك اكسسوارز. انا مش هعطلك، انا هكلمك وانت بتشتغلي. بصي هنعمل بقى الدور الثالث ده، احنا خلاص طلعنا ثلاث سلاسل بمقام عمود. وهنشتغل فين؟ هنشتغل في السلسلتين الفاضيين اللي هي حرف الفي ده. في سلسلتين في النص هنشتغل. ادي ده كان الاول ثلاث سلاسل دول عمود، وبعدين سلسلتين، وبعدين عمود ثاني في نفس الفراغ اللي في حرف الفي، وعمود رابع اهو علشان يبقوا كده 32 غرزه واربع اعمده. انا فاهمه صح؟ ايوه. ايوه ده ال 32 دول كانوا في الاول خالص. خلاص احنا عملنا عمودين وسلسلتين وبعدين عمودين في الفراغ بتاع حرف الفي. تمام. خلاص كل فراغ في حرف الفي هنعمل نفس الغرزه دي، عمودين سلسلتين عمودين علشان يطلع معانا الشكل ده اهو. الله. ده تالت صف في الورده دي بقى اللي هي اللي بنلفها بعد كده تبقى الورده ولا لسه؟ بالظبط لسه في دور كمان. في دور خلاص كمان. احنا خلصنا خلاص كده تالت خطوه، تالت سطر في الورده. هنبتدي نعمل الخطوه الاخيره بقى. احنا كده هنبتدي نعمل الخطوه الاخيره، هنطلع اهو هنعمل غرزه سلسله واحده. احنا خلصنا هنعمل غرزه سلسله واحده، وبعدين في الفراغ السلسلتين اللي بين العمودين هنعمل ست عواميد. ادي واحد اتنين اللي هي بتبقى غرزة المروحة اللي هتدينا في الاخر الفستونات بتاعت الوردة اللي هي ورقة بين الفراغ كل واحدة والتانية، يبقى في ست عواميد يربطوا الوردة. ايوه أوكي. اللي هي هتبقى بالنسبة لنا في الاخر هتبقى شكل الورقة بتاعت الوردة. انت عارفة انا ما اشوفها احس انها معضلة جدا بعد ما اتعملت يعني، مستحيلة، بس ما شاء الله لما قلتيها خطوات كده يعني. لا سهلة جدا هي، بس عايزة. وبعدين احنا هنعمل غرزة حشو بين كل عمودين اهو. خلصنا ست عواميد، فهنعمل غرزة حشو كده، وبعدين تاني في الفراغ اللي بين الاربع عواميد هنعمل تاني ست عواميد. عايزة تعملي تكتري العدد بتاع الورقة، بتكتري العواميد يعني، بدل ما هما ستة خليهم تمانية مثلا. حسب بقى حسب انت حابة الوردة شكلها حجمها. شكلها مليان او يعني خلاص تمام. احنا عملنا كده تاني ورقه بنعملها في الورده، وبنحط غرزه الحشو بين الاربع عواميد كده اهو، عشان في الاخر بنلفها بقى ازاي عشان تطلع كده. شوفي هي بدات تعمل الكيرف بتاع كل ورقه. خلاص هي بقى خلاص احنا كده هنا خلصنا، فعملنا شفتي بقى هي طلعت شكلها ايه. الله. اهي الله عملت كده. احنا هنلفها بقى خلاص، احنا كده اخدنا خلاص خلصنا لحد اخر الغرز، هنلفها كده على بعض. الله ده الموضوع جميل ممتع جدا. لا ممتع بجد، ممتع بجد. وعايزينكم بقى اعزائي المشاهدين المره الجايه، الاستاذه رضوى قالت لنا الحاجات اللي هنستعملها مقص وابره، وابره طويله وخيط. المره الجايه تبقوا محضرين وتعرفوا ان احنا هنعمل ان شاء الله. نكمل بقى. اقول حاجه اخيره، احنا بعد ما هنخلص الورده دي كده
احنا عايزين بقى نثبتها، نخيطها في بعض، لان هي هتبقى احنا لو فكيناها لو سبناها هتبقى كده. طبعا هتفك. فاحنا عايزين نثبتها نقفلها مع بعض، فبنخيطها بالابره دي، ابره خياطه عاديه خالص، والخيط نفس اللون اللي احنا اشتغلنا منه، فهنخيطها بشكل ما يبانش من جوه والبره كده اهو بنفس الخيط. دي بقى الابره الطويله ده دورها بقى. مهم جدا التقفيل، مهم جدا انه ما يبانش خيط منك وانت شغاله. دي احلى حاجه. والتقفيل ده اهم حاجه، ممكن تشتغلي الحاجه حلو جدا باتقان وتيجي عند التقفيل الفينشنج اهم حاجه فعلا. بالظبط، ده بيفرق كتير. في الاخر احنا بنقفلها كده. لا ما شاء الله الفينشنج بتاعك انا شايفه حاجه في الاخر احنا رائعه وانت هايله، ويعني بنشكرك وانا بشكرك انا كمان، واستفدت جدا. كل حد بقى هتروح دلوقتي تعملوا الوردات دي، كل حد هيعمل ورده باللون اللي يحبها هيصورها لنا وينزلها لنا على صفحه البرنامج ان شاء الله. كل الشكر لحضرتك يا استاذه رودي، ومنتظرينك تاني. وميرسي على ان حضرتك يعني نورتينا، ويا ريت دايما تنورينا ودايما تبقي معانا في حلقه ان شاء الله. اعزائي المشاهدين انتظرونا، ولقاء حصري جدا بعد الفاصل.